أعود إلى مراسلين مرة أخرى خميس الزهراني من محيط المسجد الحرام من مدخل من مشعر من سعد المطرفي وبدر الشهري من داخل المشعر. سؤال الأخير لكم عن مشاهداتكم الآن يعني بالنسبة للحجاج وبدايتي معك سعد، يعني الصورة كيف تشاهدها؟ خطتكم أيضا لتغطية اليوم الأكبر يعني من خلال توزيع شبكة المراسلين أيضا يوم غد يوم عرفة. أولا خالد، كنا قبل الساعة في جولة في أحياء وشوارع الرئيسية في مكة المكرمة، وجدنا الانسيابية في حركة المرور خصوصا مع وجود الحافلات التي كان متوقع أن يكون هناك زحام شديد، ولكن الخطة المرورية حقيقة كانت ملاحظة جدا في شوارع مكة المكرمة. يوم غد إن شاء الله سيتوزع فريق العربية الأبطال في عرفات وفي مواقع إن شاء الله قريبة جدا ستكون من جبل الرحمة، وسيكون هناك لدينا أكثر من فريق للتغطية طوال اليوم من الفجر حتى المغرب. التغطية ستبدأ من منى، سنتابع الحجاج منذ خروجهم من منى حتى وصولهم إلى عرفة ومن ثم النفرة، وكذلك في سيكون هناك فريق آخر في مزدلفة لاستقبال الحجاج والمتعجلين الذين سيعودون بعد منتصف الليل في منى. سيجد هناك فريق العربية مرحبا به وفاتحا حضانه ورافعا كاميراته لتسجيل هذا الموقف. شأنك المدير يا سعد، جالس تمدح. وكذلك يجب يستاهلون والله الزملاء حقيقة يعني رجال، ولكن يجب أن أيضا ننوه إلى الطائرة الخاصة بقناة العربية والتي كانت في الفترة الماضية وستظل إن شاء الله حتى نهاية الحج تنقل مناظر جوية. عرضنا منها خمس تقريبا، خمس صور من منفذ الشميسي. وخليني أسأل الشباب الآن، يعني مدام كنت بدأت تمدح فيهم، أنا أريد أن تحكوا لي بصراحة إذا كان هناك من تسهيلات يقدمها سعد المطرفي لكم بصفته مدير المكتب وكبير المراسلين المتواجد معكم رفيق خصف. ولا لا يعني أبدأ معك يا خميس واحكوا بكل صراحة. ودني التفت لبعثة مكة اللي أنا أتولى أيوة طبعا قيادة الزملاء هنا فيما يخص المؤونة والعزبة. يا سعد العزبة حاطة في درج خاص، أنا شايفه في السناب يعني. خالد بالعكس أنا نمازح لكن لديهم يعني إمكانيات فعلا يعني ضخمة، وكذلك لم تألو جهد العربية بشكل عام في مكة المكرمة والتسهيلات التي قدمت لنا. نحب نداعب سعاد والزملاء جميعا، ونحن الآن فعلا محظوظون كقناة عربية بهذا الفريق الذي سيرافق من بين الزميلات الإعلاميات الصحف والقنوات الفضائية. نحن نحاول تأشر مين يا سعاد؟ نحاول ناوي عليش نقرب من حجاج بيت الأرحام بإذن الله تعالى. طيب بدر هاتي ما عندك في سعاد. زمينة بس طاح يعني سلامته. طاح؟ مين اللي طاح يا سعد؟ معليش يا بدر، احنا عندنا زميل مساعد المصور كان واقف ماسك المظله، فيعني يبدو اثر بنفسه على للزميل ان يمسك له مظله الكاميرا، فهو سقط حقيقه من الحر، لكن الحمد لله بشكل الان طيب. هذا يبغى له مكافاه خاصه. بدر ما هاتي ما عندك، شكله كان بيقول كلمه يا سعد وانت خفيته. بدر هاتي ما عندك تفضل. طبعا مشكلة سعد لو قلت في شيء مشكلة يعني، ولكن بكل صراحة يعني إدارة العملية توزيع العمل بين الزملاء من خلال فريق عمل صراحة متكامل يعني يجعلني أتمنى أنه كل مواسمنا حج للأمانة يعني في تعاون في تكاتف في متابعة مستمرة. بس خلاص عموما يعطيكم العافية وكل الأمنيات والدعوات لكم بالتوفيق. ننتظركم غدا إن شاء الله في المتابعة الأكبر في يوم الحج الأكبر يوم عرفة. سعد المطرفي من مدخل منى، خميس الزهراني من محيط المسجد الحرام في مكة المكرمة، ومن داخل المشعر مشعر منى بدر الشهري. شكرا لكم.